دعته لقضاء الليلة في منزلها فقط لتتلقى شكرا مروعا. كانت ميغان نيوتن فتاة ذات مستقبل مشرق، كانت شغوفة بكرة القدم، أرادت أن تصبح معدة بدنية في أحد النوادي الكبيرة لكرة القدم في إنجلترا، بينما كانت عائدة إلى منزلها في أحد الليالي التقت بصديق لها وقرر الذهاب معا إلى المنزل. لم تكن تعلم ميغان أن تلك الليلة ستكون مختلفة عن باقي الليالي، فما الذي حدث لها يا ترى؟ ابقوا معنا لمعرفة تفاصيل جديدة حول قضيتنا لهذا اليوم. كانت ميغان نيوتن نجمة مشرقة في مجتمعها في ستوك أون ترينت في ويست ميدلاندز في 18 من عمرها فقط. كانت قد أنجزت بالفعل الكثير من الأشياء في حياتها مع تفانيها الراسخ في المجال الأكاديمي والرياضة والمجتمع ككل. كانت أيضا لاعبة كرة قدم تميزت عن الآخرين، قالت مدربتها في نادي ستوك تاون للسيدات إنها تحب الحياة وكانت كرة من الطاقة وقوة لا يستهان بها. كانت أحلامها كبيرة لكنها كانت مصممة على جعلها حقيقة بروحها الطموحة وحبها لكرة القدم. كانت تحلم بالحصول على منحة دراسية للذهاب والدراسة في الولايات المتحدة. كان حلمها أن تكون أول من يلتحق بالجامعة في عائلتها، وكانت تنوي ممارسة مهنة العلاج الرياضي. كان لديها جوع حقيقي لتدريب كرة القدم. دربت فريق نورتون واندرارز تحت السن السابعة، وكانت تستعد لخوض دورة تدريبية لاتحاد كرة القدم. بكل المقاييس كانت ميغان في طريقها لتحقيق أهدافها وطموحاتها، كانت في طريقها لترك انطباع دائم في العالم. لكن كل شيء سيتغير في 19 من أبريل عام 2019. كان يوم جمعة لكن ليس مجرد يوم جمعة عادي، كانت بداية عطلة عيد الفصح. بالنسبة لميغان البالغة من العمر 18 عاما وأصدقائها، كان ذلك يعني عطلة عامة. تعتبر العطولات الرسمية ذريعة للخروج مع الأصدقاء وارتداء الفساتين الأنيقة، وهذا بالضبط ما أرادت ميغان فعله. عملت ميغان في مطعم محلي للأسماك والبطاطس وأنهت نوبتها في الساعة 10 مساء، لكن النوبة المتأخرة لم تكن على وشك إيقاف ليلتها. توجهت مباشرة إلى المنزل لترتدي شيئا أكثر ملائمة للنوادي الليلية. التقت بأصدقائها في حوالي 11:30 مساء، وكما هو الحال مع الأشخاص في هذا العمر بالنسبة لهم كانت الليالي لا تزال طويلة وكانت الإثارة مضمونة. توجهت ميغان وأصدقاؤها إلى المدينة وتوقفوا أولا في حانة محلية لبدء الاحتفالات. في هذه الأثناء قاموا باحتساء الشراب حيث كانت الأجواء صاخبة للغاية، لكن الاحتفالات الحقيقية كانت قد بدأت للتو. مع مرور الليل واستمرار الحفلة شاقت المجموعة طريقها إلى منهى ليلي شهير حيث رقصوا طوال الليل. كانت ميغان في حالة معنوية عالية تضحك وترقص وتتباهى بفخر بوشمها الجديد. كانت ميغان تستمتع بوقتها تماما وتعيش الحياة على أكمل وجه. توقف الحفل في النهاية على الساعة 22 صباحا وبدأت جميع الأندية في الإغلاق. ودعت ميغان صديقاتها وشقت طريقها إلى محطة تاكسي قريبة حتى تتمكن من ركوب سيارة أجرة والعودة إلى المنزل، ولكن لم تكن تعلم أن هذه الرحلة الروتينية إلى المنزل ستصبح نقطة تحول مصيرية في حياتها. عندما وصلت ميغان إلى محطة سيارات الأجرة كان هناك بالفعل طابور طويل حيث يخطط جميع رواد الحفلات للعودة إلى منازلهم. مع العلم أن انتظارها سيكون طويلا استعدت لانتظار ممل أثناء وقوفها في الطابور. بينما كانت تقف في طابور انتظار للركوب صادفت ميغان أحد معارفها القدامى من المدرسة جوزيف تريفور. رأوا بعضهم البعض وتبادلوا إلقاء التحية. أثار حبهما المشترك لكرة القدم محادثة بين الاثنين. كان لجو أيضا مستقبل مشرق أمامه، فقد كان لاعب كرة قدم شبه محترف. كان ابنا لاثنين من ضباط الشرطة، وعلى الرغم من أن والديه كانا صارمين فقد نشأ وترعرع في واحدة من أكثر المناطق ثراء في ستوك أون ترينت. كان في طور الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس وقد حصل بالفعل على منحة للدراسة في جامعة أمريكية.
لكن يبدو أنه على الرغم من مستقبله الواعد فإن طريقه لم يكن مؤكدا. على عكس ميغان فقد كان يفتقر إلى التصميم للنجاح، لم يكن مستعدا حقا لتقديم التضحيات اللازمة للوصول إلى القمة. على الرغم من حياته المريحة نسبيا فقد كان عرضة للوقوع في مشاكل في الدراسة وكان يتعاطى المخدرات. في الواقع أثناء وقوفه في الطابور مع ميغان في ذلك المساء أخبرها عن الليلة الكارثية التي مر بها. قال إنه كان في نفس الملهى الليلي مع ميغان، لكنه كان يركز على الإفراط في الشرب والانغماس في مواد غير مشروعة. كان في هذا الملهى الليلي إلا أن الحراس أمسكوه بكيس من الكيتامين ثم تم القبض عليه من قبل الشرطة، ومع ذلك تم الإفراج عنه بتحذير. أخبر جو ميغان أن آخر شيء يريده هو مواجهة والديه في المنزل بينما لا يزال تحت تأثير المخدرات والكحول. أخبر ميغان أنه كان بالفعل في مشكلة مع الشرطة وأنه لا يريد العودة إلى المنزل وهو في حالة من السكر والوقوع في أي مشاكل أخرى مع والديه. بينما كان يبحث عن مكان للمبيت أعطته ميغان هاتفها ليتصل بأحد أصدقائه، لكن لم يستجب أحد لاتصالاته. في لحظة من التعاطف عرضت ميغان أن يمضي معها الليل كملاذ أخير. لم تكن تعلم أن هذا العمل اللطيف من شأنه أن يشعل سلسلة من الأحداث التي من شأنها أن تغير حياتها إلى الأبد. أثناء تواجده في سيارة أجرة في طريقه إلى منزلها تلقى بالفعل رسالة نصية من والده يسأله عن موعد عودته إلى المنزل. في هذه المرحلة كذب جو وقال أنه كان يقيم في منزل صديق له. شوهدت ميغان وجو يسيران على جانب الطريق في طريق عودتهما إلى شقتها. وصلوا في النهاية إلى الشقة في حوالي 4 صباحا. لا شيء كان يبدو خارجا عن المألوف. أظهرت كاميرات المراقبة جو واقفا وراءها حيث ألقى نظرة سريعة على يساره ويمينه كما لو كان يكتشف محيطه ويتحقق لمعرفة ما إذا كان أي شخص قد رآه وهو يصل إلى المنزل مع ميغان. بعد لحظات قليلة تم فتح الباب. دخلت ميغان شقتها وكان جو يتبعها عن كثب. كانت تلك آخر مرة شهدت فيها ميغان على قيد الحياة. بعد 90 دقيقة شهد جوزيف على الكاميرات الأمنية وهو يغادر شقة ميغان. أظهرته كاميرات المراقبة وهو يلقي بالمفاتيح بعيدا بعد مغادرة المبنى السكني. بعد بضع ساعات عثر جيران ميغان على مفاتيحها خارج المبنى. كانت المفاتيح مغطاة بالدماء. كانوا قلقين على ميغان لذلك قرروا دخول الشقة وكانوا على موعد مع أبشع منظر على الإطلاق. أثناء دخولهم الشقة عثروا على جثة ميغان في غرفتها وكانت عارية تماما. سارع الجيران بالاتصال بالشرطة. فور وصول الشرطة والأطباء الشرعيين تمت معاينة جثة ميغان. اكتشف التحليل الشرعي أنه تم خنقها واغتصابها وتم طعنها 9 مرات في رقبتها وظهرها بأداة حادة. تحولت الشرطة على الفور إلى اللقطات الأمنية من المبنى الذي تقيم فيه ميغان. في البداية بدا وكأنهما مجرد زوجين شابين عائدين إلى المنزل، لكن ما حدث فعلا كان أمرا لا يوصف أبدا. أظهرت لقطة من كاميرا قريبة جو وهو يسير في الشارع. في مرحلة ما أدار يده ليلقي نظرة عليها والتقطته الكاميرا والدماء على يده. مشى جوزيف تريفور لمدة 15 دقيقة أخرى باتجاه جسر فوق الطريق السريع. جلس جو على حافة الجسر وقدميه معلقة على الطريق بينما كان شارد الذهن. أثارت ملامحه انتباه سائق شاحنة فسارع لإبلاغ السلطات. ألقت الشرطة القبض على جوزيف واقتادته إلى المستشفى لتقييم حالته العقلية. كانوا مصممين على حمايته من الأذى. بعد أن استنتجوا أنه لا يشكل خطرا على نفسه اتصلوا بوالده لأخذه إلى المنزل ولم يعرفوا أنهم يطلقون سراح قاتل بدماء باردة. بعد مراجعة لقطات كاميرات المراقبة هرعت الشرطة إلى منزل جوزيف وأحضرته للاستجواب. كانت الأدلة قوية لكنهم يحتاجوا فقط إلى اعتراف، لكن هذا لم يكن ما حصلوا عليه. اعترف جوزيف للشرطة أنه كان حقا مع ميغان في الليلة السابقة وأخبرهم أنهم مارسوا الجنس بالتراضي قبل أن تختفي ذاكرته.
قال إنه لا يتذكر ما حدث بعد علاقتهما، لكنه كان متأكدا أنه لم يهاجم ميغان. لكن ما أظهرت الشرطة كان عكس ما صرح به. ألقت الشرطة القبض على جوزيف تريفور لقتل ميغان نيوتن في نفس اليوم. على الرغم من كومة الأدلة ضده، ظل جوزيف تريفور ثابتا على براءته. لقد كان ينوي أن يدافع بأنه غير مذنب، ليجر والدي ميغان الحزينين على تحمل محاكمة كاملة. بعد 10 أشهر من جمع الأدلة، كانت الدولة مستعدة لتقديمه إلى المحاكمة. قبل بدء المحاكمة وقف جوزيف في المحكمة وصدم كل من في الغرفة بإعلان ذنبه في قتل ميغان. قال للمحكمة أنه عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما اتهم بانتهاك فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، ولم تكن هناك تهم ولم يتم تقديم الأمر إلى المحاكمة، لكن وصمة العار تبعته لسنوات. تعرض للتنمر في المدرسة ووصفه زملاؤه الطلاب بأنه شاذ جنسيا للأطفال. وفي ليلة الجريمة اصطدم بميغان في سيارة أجرة، حيث أجرى الاثنان محادثة قصيرة واعتذرت ميغان منه. أخبرته أنها كانت المسؤولة عن نشر الشائعات بكونه شاذا في جميع أنحاء المدرسة. جعله اعتذارها غاضبا وفقد أعصابه، وفي النهاية قرر أن يقتلها. لم يصدق الادعاء أي كلمة من رواية جول الأحداث. لم يكن هناك شيء في شخصية ميغان يوحي أنها ستبدأ تلك الشائعات. كانت دوافع جوزيف للعودة إلى شقتها أن يقوم بعلاقة حميمية. أدين جوزيف تريفور وحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 21 عاما قبل أن يتم النظر في أمر الإفراج المشروط عنه. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بآرائكم في تعليقات أدناه، كما لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء مع قصة أخرى من قناتكم دهاليز.